واحد يطلع لي فوق والتاني يروح لهنا. يلا علموا المكان. ايه ده؟ انتوا مين وعايزين ايه؟ بقول لك ايه؟ ما شفتيش واحد معدي في الصاله كده اسمه ادم امين عبد الحي؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده، حضرتك بتتكلم عن مين؟ ادم فين يا نانسي؟ ما اعرفش. انا قلت انا ما اعرفش، انا ما اعرفش ده مين اصلا. ما فيش حد فوق يا باشا. كنت عارف، كنت عارف ان مفيش حد فوق. يلا يلا واحد يتحفظ لي عليها، ما تغيبش عن عينيكم. يلا بقى، ما تعرفيش هو فين؟ ها ماشي ماشي يا نانسي. انا عارف انك هنا يا ادم، سلم نفسك احسن لك، الحكايه خلصت خلاص يا ابني، ما تصعبهاش عليك وعلينا. انا مش فاهمك على فكره، مش فاهمك ايه الفايده من هروبك ده؟ يعني هتستفيد ايه؟ ولا اي حاجه. الفايدة في انك تسلم نفسك، على الاقل هتتحكم وتخلص يا اخي. لكن اللي انت عامله في نفسك ده ايه اخرته يعني؟ هتعيش طول عمرك هربان، طول عمرك يا غبي. اسمع كلامي، ما انت كنت بتجري قدامي دلوقتي، كان ممكن بطلقة واحدة نشك اجيبك الارض، بس انا ما عملتش كده. وانا ممكن اموتك دلوقتي، بس انا مش هعمل كده. وانا يا باشا لو كنت ضربتك دلوقتي مش كنت هتدافع عن نفسك؟ صح؟ أنا عملت كده، دفعت عن نفسي. الراجل كان هيموتني، كان لازم أدافع عن نفسي، ولا أنا مش من حقي أدافع عن نفسي عشان أنا سواق فيسبا؟ بص يا آدم، بص أنت يا باشا، أنا عملت الصح ودفعت عن نفسي. إيه العيب في كده؟ ما هما دول الكلمتين يا غبي اللي أنا عاوزك تقولهم، بس مش ليه انا، عاوزك تقولهم لقاضي، تقولهم لمحكمة، علشان نعرف ندافع عنك. لكن لما تقول الكلمتين دول ليه انا،
وفي المكان ده ملهمش اي لازمه. الكلام ده يا باشا مش هنا، الكلام ده ممكن يحصل في بلاد بره، انما هنا المحكمه ما بتسمعش غير الكلام اللي انتوا عايزين تقولوه. سلم نفسك يا سلم نفسك، وانا بوعدك ان الكلام اللي انت هتقوله هو الكلام اللي انا هقوله وهو اللي هتاخد بيه المحكمه، صدقني. بس سلم نفسك، سلم نفسك. امسك. يلا يا ادم. مش هسلم نفسي يا باشا، مش هسلم نفسي. يبقى هضربك بالنار يا ادم. اضرب يا باشا. انا ما بهزرش يا ادم، هضربك بالنار بجد. خدني بص، انما قسما بالله العظيم ما مسلم نفسي. اقف مكانك يا ادم، هضرب بالنار، هضربك. ايوه يا ابا. اوامرك يا باشا. لقيتوا الهدف؟ جالي البحث عنه ولا مستدل عليه؟ دوروا عليه في كل حته. علم وينفذ سعادتك. يلا.